دكتورة زهرة، هل لهذا الشيء بسبب هذا الشيء انت صايرة الآن مناصرة للرجل؟ دائما تدافعين عن الرجل؟ ايش عرفك انت؟ انت مين؟ انت اودي؟ ايوه اودي اودي هذه الشيطانة اودي دائما تقعد لي. فعلا يا اودي فعلا ما شاء الله، كيف اكتشفتي هذا الشيء؟ لين تعلقك في الوالد الله يرحمه ويغفر له. ما تتصوري قد ايه، ما تتصوري. فانا حياتي كلها يعني فعلا ابويا، فاعتبر اي رجل امامي هو ابويا، اي زوج ابويا، اي اب ابويا. لكن ما ابويا هذه ما قلتها لحد. عشان كده تدافع عنهم وتنصريهم وتعرفي قيمة الزوج والاب في الاسره. اوقف معاهم بنتهم اللي هم ما خلفوها. اي راجل اي اب انا واقفه معاه، واقفه معاه في الحق، واقفه معاه في العدل. لا تحسبوا اني انا نصيرة الرجل يعني على الماشي كده في الحق وفي الباطل، لا لا لا. انما انا باوزن اموري واوزن عقليتي واوزن مشاعري واحاسيسي، واعرف اتكلم واقول ايه، واعرف يعني انصفهم في بعض المواقف اللي هم يحتاجوا الانصاف فيها. مو كل المواقف، في بعض المواقف لما تنظلم المراه انا اوقف معاه؟ ابقى منافقه وابقى مخاوزه وابقى يعني ما غير واعيه. لان الانسان العاقل الواعي اللي هو يعرف في حياته كيف يميز الحق من الباطل. واحنا الحمد لله يعني في ديننا في اسلامنا يعني معروف انه احنا يعني ما نبتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى واحسن الرضا، ومن ابتغى سخط الله برضا الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس.